شاء الله الدكتورة يعني هيفاء طلبت مني أقدم لكم يعني شيء مغربي يعني بإيجاز حتى نستمتع إن شاء الله قبل ما نبدأ الحفل ديالنا بحول الله السميع العليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. قد جاء في الآثار عن النبي المختار، قد جاء في الآثار عن النبي المختار، أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول، لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول، أن خير ما نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لقد جاء في الأثار عن النبي المختار، لقد جاء في الأثار عن النبي المختار، أن خير ما نختار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. من يطيق إن تجلى لا إله إلا الله، نور وجه الحبيب لا إله إلا الله، إلا قلبا تدلى لا إله إلا الله، من قريب مجيب لا إله إلا الله، ما الهوى إلا ذلا لا إله إلا الله، داويني يا طبيبي لا إله إلا الله، وشفائي وصال لا إله إلا الله، والوصل من لي لا إله إلا الله، وعاد بي هجري لا إله إلا الله، ويح نفسي الساجية لا إله إلا الله، الله حي وباقي الله لا إله إلا الله، ولا في الملك غيره لا إله إلا الله، قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة علينا يدور، قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة علينا يدور، فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وتاج البدور، فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وتاج البدور. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. شكرا. طبعا يسعدني جدا حضورك اليوم دكتور بدر الدويش، كنت أتمنى ألتقي بك منذ فترة، وشاء القدر أن تلتقي معي اليوم في هذا اليوم الإبداعي الذي أتيقن بإذن الله تعالى أنك ستخرج سعيدا جدا، وكل الحضور إن شاء الله. مساء الأندلس المنغمس بعطر إشبيلية وجمال المغرب وروعة الكويت، يسعدني جدا أن أرحب بكم جميعا. طبعا باسم نادي الفكر والإبداع
الذي أرأس مجلس إدارته، وباسمي كمؤلفة ومخرجة لهذا النص الذي سترونه اليوم أو هذا العمل المتكامل الذي سترونه اليوم، أرحب بكم أشد ترحيب وأشكركم جزيل الشكر على حضوركم، فهذا تقدير كبير لي وللإبداع وللفريق الذي يعمل معي كاملا. طبعا أشكر في البداية المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب على دعمه بإحضار شخصيتين مهمتين لهذا العمل، وهما شخصية المعتمد ابن عباد الذي أخرجناه من قبره في مدينة أغمات، فجاءنا من المغرب حتى يقول كلمته اليوم، وكذلك المنشد الذي يصاحبه اليوم في مجموعات موشحات أندلسية وأيضا مقطوعة سيبدأ بها، وهي من كلماتي تتحدث عن المعتمد. ربما يتساءل البعض ما شأني بالتاريخ، فأنا متخصصة في الأدب بصفة يعني خاصة والتحليل النفسي، ولكنني تساءلت كثيرا عن هذه القصة وبالذات قصة المعتمد بن عباد، فقد لفت انتباهي كثيرا في قصته مع يوسف بن تاشفين، هذا الشخصية العظيمة أيضا التي لم ينصفها التاريخ. فاليوم ستخرج رسائل عدة من هذا العرض، أتمنى أن تصل إلى قلوبكم قبل عقولكم. أيضا حتى لا أنسى، يعني سأترك المجال للأداء ليتحدث بكلماتي وخيالي، ولكن بالفعل هذا العمل يعني أخذ مني سنوات وأنا أعمل عليه ونقح ونقح، ربما سيظهر في نصف ساعة لا يجيز، يعني لا يزيد على ذلك إلا في الموشحات، ولكنه أخذ من وقت الكثير لأنني أردت أن أنصف هذه الشخصيات في التاريخ، وخاصة أمير المرابطين يوسف بن تاشفين، وكذلك أن أخرج قصة المعتمد إلى الحياة بشكلها الحقيقي بعد تمعن دقيق طال 4 سنوات في التاريخ. إعجابي بالمغرب لا أخفيه ولا أستطيع أن أنكر أنني منغمسة في المغرب كثيرا، لأنني أشعر بأنه بلاد الأندلس، ولذلك أقضي معظم أوقاتي في المغرب، وبالذات عرائس الشمال شفشاون وتطوان والعرايش وطنجة وهذه المناطق الشمالية التي تقترب من إسبانيا. وقد أحضرت لكم منشدا رائعا جدا، وما شاء الله الذي سمعتم صوته قبل قليل هو يحفظ القرآن كاملا، وهو المنشد ما شاء الله عليه والمقرئ رضوان رياض من مدينة تطوان التي أعشقها كثيرا. قبل أن أنهي أريد أن أشكر مرة أخرى حضور الدكتور بدر الدويش، شكرا لك وكل المسؤولين في المجلس الوطني وكل الموظفين العاملين على هذه تنظيم هذه الفعالية والإشراف عليها، فجهودهم يشكرون عليها. كما أشكر أيضا دلال وليد الحبيشي رئيسة اللجنة الثقافية بالنادي، فقد بذلت جهدا كبيرا، وكذلك ناصر الشمري الذي يعمل دائما خلف الكواليس، وكل طاقمي الجميل من البنات والشباب الموجودين هنا. أيضا أشكر رائعتي ومبدعتي وابنتي التي أفتخر بها دائما رزان أحمد العودة، مهندسة المستقبل إن شاء الله، التي قامت بتصميم زي المعتمد بن عباد واختارت الأزياء، وأيضا تصميم التي ستقدم تصميم أزياء الآنسة التي ستقدم احتفالية بعد قليل بشيء بسيط جدا. شكرا لكم مرة أخرى، أتمنى يعني من قلبي أن تستمتعوا بكل تفاصيل العمل اليوم. شكرا لكم. مساء الإبداع، تحية خاصة أهديها لكم من أرض المغرب في مدينة إغمات منفى ملك إشبيلية. قد تظنون بأنني اعتماد الرميكية، تلك الجارية التي أصبحت أميرة إشبيلية بعد زواجها من الملك المعتمد بن عباد، والتي قيل عنها وحولها في السطور وفي القصور، وقيل عن جمالها وذكائها الشيء الكثير، والتي كانت في قلب المعتمد ضوءه المنير، والتي عشقها محمد بن عباد وتسمى باسمها المعتمد، وكان مفتاح الدخول لقلبه شطر بيت قالت فيه: أي درع من القتال لو جمد. اسمحوا لي قبل البدء بالحكاية أن أشكر المجلس الوطني وأشكر الأديبة الدكتورة هيفاء السنعوسي التي قدمت
هذا العمل الإبداعي هدية لنا ولكم ولرواد معرض الكويت الدولي ولكل المثقفين المنغمسين في كيان الثقافة، وكلمة تقدير أيضا للمبدعة رزان أحمد العودة التي تطوعت مشكورة بتصميم زي وزي المعتمد. وأشكر رئيسة اللجنة الثقافية بنادي الفكر والإبداع الأستاذة دلال وليد الحبيشي على جهودها في الأمور الإدارية. وتبدأ الحكاية من هنا في مدينة أغمات قرب مدينة مراكش، معقل المرابطين وموطن أميرها آنذاك يوسف بن تاشفين. كان يا مكان في سالف العصر والأوان. في الأندلس حكاية محزنة للغاية، في الأندلس حكاية محزنة للغاية، فيض من الجمال عشق فقال خيال، فيض من الجمال عشق فقال خيال، في الأندلس حكاية. فيض من الجمال خيال، حكاية المعتمد وحبيبته اعتماد، جمعهما موت حق على العباد. في مدينة صغيرة اسمها أغمات، ويتردد في صداها إعلان عرش مات. اسمها أغمات، إعلان عرش مات، في الأندلس حكاية محزنة للغاية. فيض من الجمال خيال، بعيدا عن إشبيلية وقصره الجميل وعن جواريه الحسان وخيله الأصيل، قال يوما في تجلي عند ضيفة النهر، قال يوما في تجلي عند ضيفة النهر، صنع الريح من الماء زراد، صنع الريح من الماء زراد، محزنة للغاية فيض من الجمال. هيا
العاجز يا ابن عمار. جمالها ذكاؤها عذوبة في شعرها، جمالها ذكاؤها عذوبة في شعرها، وقعت بقلب المعتمد فصار كله لها، وقعت بقلب المعتمد فتح الشعر لها بوابة جديدة، جارية تنتظرها حياة سعيدة، يبدأ عصرها في قصور الأندلس بالمسك والكافور، تنعم وتنغمس رائعة ماد الرميكية، وعرش إشبيلية من جارية مملوكة إلى سيدة ترية، يهيم ابن عباد فيها روحا ووجدانا، فتصبح بقلبه للعشق عنوانا، فتصبح بقلبه للعشق عنوانا. تحمل في طياتها، تحمل في طياتها قصة مروعة، ملك قص الدهر جناحيه، مأساته محمولة بين يديه، تفتت قلبه مواجع القهر وحرقة مهانة ومرارة الأسر. حكمك إلى زوال وعرشك قد طار، وقصرك الجميل فوق الغيوم صار، وقصرك الجميل فوق الغيوم صار، وقصرك الجميل فوق الغيوم صار. صرخة المعتمد تعلن النهاية، أين ضاع ملكي من نقطة البداية، فردوسي مفقود هل عرشي سيعود، فردوسي مفقود هل عرشي سيعود. مولاي الملك محمد بن عباد ملك إشبيلية، ماذا صبر؟ لما أسمع هذا النداء دائما؟ هل يمكن أن يغادرني؟
فوق الغيوم قد صار. في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر ما لنجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر. لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى غض الصبا والدلال حبي جمال فتنى أفديه يا المصار لو جمد. أين أنت يا بديعة العصر؟ أين أنت يا أجمل نساء إشبيلية؟ دعيني دعيني أرى وجهك الجميل. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أوه. الله أكبر.
خطورة الشوك في صفحة الخد. غائبة عني وحاضرة معي، لئن غبت عن عيني فإنك في كبدي. حين لذ النوم شيئا أو كما هاجم الصبح هجوم الحرس، غارت الشبوب أو ربما أثرت فينا عيون النرجس. يا ويل الحي من وادي الغضا، وبقلبي مسكن أنتم به، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا، لا أبالي شرقا من غربي. ولست ملك إشبيلية، من منكم يقول غير ذلك؟ نعم، أنا هو محمد أبو القاسم من بني عباد ملوك إشبيلية، سليل لخم ابن ماء السماء، أقوى ملوك الطبائع، وهذا هو حالي الآن. مصيبتي كبيرة ومحنتي لا حد لها. قد كان ضحكك إن تأمره ممتثلا لما أمرت، وكان الفعل مبرورا. فردك الدهر منهيا ومأمورا. من بات في ملك يسر به أو بات يهنأ باللذات مسرورا، ولنتعظه عوادي الدهر إذ وقعت، فإنما بات بالأحلام مغرورا. في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر، ما لنجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الآثر. أمتثل لأوامر أمير المرابطين يوسف بن تاشفين مرغما لا مختارا. لم أتخيل يوما أن ما قلته أصبح واقعا. آه يا ابن تاشفين، لو أنني لم أستنجد بك يوما لما كان هذا حالي اليوم. أنا من قلت رعي الجمال خير من رعي الخنازير، وها أنا ذا أحصد ما قلته، أبكي مجدي الغابر وعرشي الزائل وحظي العاطل.
تسمع زفراتي ويرق لأناتي. ما سرت قط إلى القتال، وكان من أمل الرجوع شيم الأولى أنا منه، والأصل تتبعه الفروع. إشبيليا 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 وكيف لي أن أسكت بعد أن خنعت لألفونسو السادس صاغرا وأدعنت لمطالبه واجلا؟ كيف أتركك وقد انغمست في اللهو والمجون، وأنا رجل أشتري الجنة وأزهد بالدنيا؟ لقد أفتى فيك علماء الأندلس بعد أن ضاقوا بلهوك درعا. كان العرش أولى عندك من الشرع. أولم أنذرك يا محمد بن عباد؟ بلى بلى والله، لقد أنذرتني وحضرتني مرارا وتكرارا ابنة شفيق، لكنني خفت على طلاق ملك بن عباد بعدما خابت سبلي، بعدما خابت سبلي مع الفوز السادس، فاستسلمت له بضغط الجزية. ما أراد إلا بالدعوة المفرطة وبالتقصير في حماية الإسلام متورطة، وما أرى ركبة الملوك وكارثة الرشد إلا في التمادي في الشهوات والتوسع في الملذات. ولولاك يا يوسف المتقي رأينا الجزيرة للكفر ضاع. Thank you.
عافيته كأنها لم تضع مسكا وكافورا. يا خائدا غمرات الشوق متقدا حسنا تود لزاد والرضا سوفنا دع المقادير تجري دع المقادير تجري وارض ما فعلت واكتم هواك واكتم هواك واكتم هواك ولا تستعتب الزمن إن الفضائل إن الفضائل إن الفضائل والأخطاء طار مودعة فابغ الفضائل فابغ الفضائل فابغ الفضائل واجعل روحك الثامنا لكم
للجميع، للدكتور بدر الدويش وللمجلس الوطني وللحضور جميعا. القادم من تطوان الذي هذه يعني تعتبر هذه المرة الأولى التي حضر فيها إلى الكويت ولا يعرف اللهجة الكويتية، طوعته ودربته على أغنية هي مهداة لكم جميعا، تعود إلى التراث الكويتي العريق. سيقول بصوته وستعرفون لمن يغني الآن. ألا يا أهل الهوى وعز تالي عادل الروح مكة بصوابا، ألا يا أهل الهوى وعز تالي عادل الروح مكة بصوابا، عاشرا بالمحبة سم حالي، ونوى حسرتي قلبي غذابا، ألا يا أهل الهوى وعز تالي عادل الروح مكة بصوابا، أمير السمر ما أدري وش نوالي، ألا يا الله تعتج لي شبابا، ألا يا أهل الهوى وعز تالي عادل الروح مكة بصوابا. شكرا شكرا شكرا. نزيد شيء آخر إن شاء الله، يعني بيتكم تسمعوا شيء نجرب. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما، في الكرى أو خلسة المختلس. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما، في الكرى أو خلسة المختلس، في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر، ما لنجم الكأس فيها و هوى مستقيم السير سعد الأثر، واطر ما فيه من
عيب سوى أنه مر كلمح البصر واطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسين.